في البداية حابب اقول لكم ان الفيديو ده برعاية موقع luckyegypt.com، اعلى موقع بيديك كاش باك في مصر بتوصل ل 20% في كل المواقع اللي بتحبها اونلاين زي سوق وجوميا وامريكان ايجل واتشنم وامازون وغيرهم كتير. الموضوع سهل جدا، دوس على الموقع اللي حابب تشتري منه واشتري بالطريقة اللي متعود عليها من المواقع، ارجع على موقع luckyegypt هتلاقي الكاش باك مستنيك. الكاش باك هنا بينزل في حسابك في خلال 17 يوم، وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجع لك كاش باك. ده غير انك تقدر تسحب الكاش باك كل شهر مش كل 3 شهور زي المواقع التانية. في 3 طرق لسحب الكاش باك، عن طريق حسابك في البنك او فروع امان، او تقدر تستخدمه في ابلكيشن لاكي وتشتري من المحلات المتاحة بالدفع في لاكي. دلوقتي لما تسجل على موقع لاكي ايجيبت ليك 50 جنيه هدية تقدر تستفيد بيها بعد اول عملية شراء اونلاين. ودلوقتي كمان عاملين ضعف الكاش باك طول الصيف في كل المواقع، اشتري لبس الصيف وكل احتياجاتك من اي موقع يعجبك، وكمان تقدر تحجز اجازتك مع luckyegypt.com وتوفر اكتر مع بوكينج. هتقدر دلوقتي تستفيد بعروض الكاش باك الاونلاين من خلال ابلكيشن لاكي، اختار الطريقة اللي تناسبك سواء الموقع او الابليكيشن. ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. سامحوني اني مش ظاهر في الفيديو ده النهاردة عشان تعبان شوية، ولكن ده ما يمنعش انك تعمل سبسكرايب دلوقتي للقناة عشان عايزين نوصل 1,000,000 بقى. فما تنساش اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناة. في الفيديو ده هنتكلم عن موبايلين جداد من شاومي، واللي بقت بتنزل تقريبا كل اسبوع موبايل جديد. الموبايلين دول هما من سلسلة النوت 10، وهما النوت 10 اس والنوت 10 5G. النوت 10 اس بيبتدي من سعر 3600 جنيه للنسخة ال 6 رام وال 64 جيجا ذاكرة داخلية، ولكن النسخة اللي معايا دي هي ال 6 جيجا رام و 128 جيجا ذاكرة داخلية، واللي سعرها 3900 جنيه. في نسخة تانية 8128 ب 4200 جنيه، ولكن ده ملناش دعوة بيها دلوقتي. النوت 10 اس بيجي بشاشه بحجم 6.4 بوصه بدقه فول اتش دي بلس من نوع اموليد، ولكن هنا بتردد 60 هرتز. الشاشه ممتازه جدا، الحواف بتاعتها معقوله، وثقب الكاميرا في النص وحجمه صغير، الوانها كويسه، وسطوعها تحت اشعه الشمس كويس جدا. الموبايل ده كمان جاي بالمعالج المفضل الصراحه بالنسبه لي، وبقول كده في كل فيديو، واللي هو الهيليو جي 95 مع 6 جيجا رام. الموبايل ده اداؤه ممتاز جدا جدا. اذا كنت هتفتح تطبيقات السوشيال ميديا زي الفيسبوك وانستجرام مثلا، اذا كنت هتلعب فما عندكش اي مشاكل ببجي على هاي اتش دي بدون تقطيع في الفريمات خالص. هتظهر سخونه شويه في الظهر كده، ولكن يعني مش مأثر على الموبايل قوي، او مش مأثر على الاداء بشكل عام. كاميرات الموبايل ده برضو معقوله جدا، 64 ميجا بكسل اساسيه بتديك صور كويسه جدا، يعني مش افضل حاجه طبعا، ولكن يعتمد عليها بدون مشاكل. الكاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل معقوله جدا، يعني مش افضل تفاصيل ولا حلو قوي بالليل، بس معقوله هتستخدمها يعني. الكاميرا الاماميه هنا 13 ميجا بكسل شغاله برضو، مش افضل تفاصيل طبعا للسيلفي ولا الدايناميك رينج، ولكن شغاله على الفئه دي. الموبايل ده كمان فيه سماعات ستيريو، سماعه المكالمات شغاله مع اللي تحت عشان يدونا صوت ستيريو مجسم، والصوت هنا نقي وحلو جدا. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، وبتشحن من خلال الشاحن السريع اللي جاي معاه 33 واط. البطاريه بتقعد معايا يوم كامل استخدام تقيل، وبتشحن من 0% في 70 دقيقه تقريبا. الموبايل ده قيمه مقابل سعر كويسه جدا، ولكن ايه رايك توفر 800 جنيه تقريبا وتجيب النوت 10 النسخة ال 5G اللي بيجي بسعر 3000 جنيه. الموبايل ده باختصار النوت 10 ولكن بنسخة 5G، بيجي بشاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي بلس بتردد 90 هرتز. اي نعم الشاشة دي اي بي اس مش اموليد زي اخوه، ولكن الريفرش ريت العالي بالنسبة لي افضل، بيحسسك ان الموبايل اسرع. زوايا الرؤية مش افضل حاجة انا عارف، ومش هتديك توليد الالوان زي الاموليد، والهول بانش نوتش هنا كبيرة حبتين تمام، بس فعلا كاستخدامي انا بحب الريفرش ريت العالي، هتحس بالفرق وهتحس ان الموبايل اسرع من الريفرش ريت ال 60 هرتز مثلا. واللي بيحسسك بالسرعه دي كمان المعالج مش بس الشاشه يعني. المعالج هنا انا اول مره اجربه، وهو من فئه دايمنستي 700 من ميديا تك، معالج بتكنولوجيا ال 7 نانومتر، وكمان داعم لخدمات الجيل الخامس او ال 5G زي طبعا ما هو واضح من اسم الجهاز نوت 10 5G. اداؤه حلو جدا 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 على الفئه دي، 3000 جنيه وهيديك اداء ممتاز طبعا مع 90 هرتز، فهتحس ان الموبايل اسرع برضو زي ما قلنا. السوشيال ميديا والالعاب ما فيهمش اي مشاكل، ببجي هنا شغاله على اتش دي هاي بدون اي تقطيع او سخونيه كمان. معالج مميز الحقيقه، انا اول مره اجربه، والمعالج ده لو نزل في الفئات اللي هي 3000 جنيه وشويه هتلاقيه في الفئات اللي هي ال 2500، معالج خرافي الحقيقه. اما اللي مش خرافي هنا خالص يعني، وهي الكاميرات. ايوه يا عم انت عايز تاخد كل حاجه يعني في الجهاز ولا ايه بالظبط؟ الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل،
ضعيفة. ما عجبنيش قوي البروسيسنج بتاعها الحقيقة ولا الألوان بتاعتها. وكمان حاجة غريبة قوي ان مفيش هنا كاميرا الترا وايد، مش عارف ليه الصراحة. نفس الكلام هنا في الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل، مش حلوة قوي، هتقضي الغرض يعني في ضوء النهار وكده، ولكن مش أكتر من كده يعني. ولكن كعادة شاومي البطارية هنا ممتازة 5000 ملي أمبير برضو، ولكن هنا الشحن 18 واط. البطارية هنا بتقعد أكتر من أخوك كبير كمان، بتكمل اليوم وزيادة، ولكن الشحن بطيء نسبيا، بيشحن في ساعتين إلا ربع تقريبا. وده ياخدنا لنقطة النهاية، هل دعم شبكات الجيل الخامس مهم قوي إنك تجيب الموبايل ده عشانها؟ أنا شايف إنه لا الصراحة. حاليا مفيش دعم الجيل الخامس في مصر، ممكن في خلال سنة أو حاجة هيبقى فيه، وعشان كده اختيار زي النوت 10 العادي ممكن يكون أفضل، بشاشة أموليد وشحن 33 واط وكاميرات أفضل نسبيا، طبعا مع وجود الكاميرا الألترا وايد الغريبة اللي مش موجودة هنا دي. وبس كده، ده كان فيديو سريع، حبيت اقول لكم رايي عن الاجهزه. قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات، هل تشتري النوت 10 اس ولا تشتري النوت 10 5G ولا تشتري النوت 10 برو ولا هتشتري ايه في سلسله النوت 10 دي، بتفضل انهي فيهم؟ وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان تتابع كل جديد انا بنزله. كان معكم صوت محمد سامي بقى عشان انا مش موجود في الفيديو كده. السلام عليكم.